كتير جميعاً. هي بعد الذرة اللي عملت فينا كده بس ما بين مشاعر كتير، ما بين مشاعر البهجة، مشاعر السرور، مشاعر كمان الإحساس قوي جداً بمصريتنا، والإحساس قوي جداً بجرعة وطنية. يمكن كنا بنتحدث يعني أنا ومعالي محافظ الجيزة بيقول فعلاً جرعة وطنية، هي فعلاً جرعة وطنية كبيرة جداً، لكن الجرعة الوطنية الكبيرة هي اشتقاقها ورؤيتها حاجة بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الحكومية وكل العاملين في هذا الحق والخدمات، إن لازم نكتشف الإبداع ولازم نكتشف المواهب. ده خلانا نفكر ونغير ونعدل ونطور مع يعني وزارتنا اللي بنحبها جدا ومايلين ليها جدا وبقوة، وزارة الشباب والرياضة بكل رجالتها. فمنظومة مصرية خدمية، منظومة مصرية خدمية. في الحقيقة دايما بنقول نفكر ونقعد نتخانق في أوضة، لكن في الآخر نتفق كلنا. ومشاعرنا لازم تكون مرتبطة بالاستدامة. الاستدامة ودي دايما من مقولات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفكرة لازم يكون ليها طريق إن هي تكون فيها استمرارية واستدامة، مش بس فكرة للحظة. علشان كده بنسلم بعض، بنسلم بعض. يمكن النهارده الأستاذة عزة الدري وكيلة وزارة وإدارة مركزية كبيرة جدا ليها تاريخها اللي خرجت قيادات كتيرة في المجتمع المصري في الوقت الحالي، هي قطاع الطلائع اللي احنا بنسميه النشر. هذا القطاع قدر يخرج الكثير والكثير، لأن هو التنشئة الأولى اللي بتعتمد على إن إزاي نكتشف ونخرج شخصية متكاملة بدنيا نفسيا عقليا اجتماعيا لتأهيل المجتمع المصري. وبعدين تيجي بعد كده برضو عنصر نسائي مفيش فايدة. الأستاذة نجوى وكيلة الوزارة الأخرى اللي بتستلم هذا السن بعد سن الطلايع، وهو السن المرتبط ما بعد 18 سنة. من قبل 18 سنة بنشتغل من 7 سنوات ل 18 سنة، يعني الحسبة رايحين 25 مليون نسمة احنا المفروض نكون جواها ونكتشف ونشتغل، لكن ده عايز الكثير، كثير من الوزارات وكثير من الجهات الخدمية ان احنا نقدر نوصل لها. عشان كده يمكن البرنامج ده مع برنامج اخر كنوز مصرية بيسلم ابداع دعم مراكز الشباب والأندية النسخة الثالثة اللي بنحضر ليها النهاردة مع قطاع الأكبر، وأيضا النسخة التاسعة من ابداع الجمعية. يعني احنا بنشتغل من 18 ل 40 سنه دي الفئه الاخرى، ومن 7 ل 18 سنه اللي عبر عنها او عبرت عنها هذه البهجه. لكن كلنا مع بعض الحضور بنشكر شكر بقلب المنظومه الحكوميه المصريه وعلى راس الحكومه المصريه دوله الرئيس والوزراء اللي هذا المهرجان برعايته بالكلمه دكتور مصطفى مدبولي. ومن هنا شاركنا معالي المحافظين اللي بشكركم من كل القلب على هذه الاستجابه من كل يعني الاتجاهات الجغرافيه، الزملاء المعالي الوزراء المحافظين اللي جودهم النهارده لان قلبهم وعارفين ان محافظاتهم مثلت في هذا العمل وهذا المعقل اللي وصل تلنت بالمصري ان شاء الله النسخه الجايه تلنت بالمصري. وزير الشباب والرياضة على السنة الرائعة المعبرة، اللي بعد الكلام الحلو اللي سمعناه إن هو يعني نقدر نقول عليه واعي. أكيد كلنا عندنا حلم، كل واحد فينا عنده حلم، وكتير من الطلائع والأطفال وكل الأعمار اللي إحنا قلنا عليها عندهم حلم معين يحبوا يحققوه، وإن شاء الله يحققوه من خلال المهرجانات اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة. تحية كبيرة لمحافظة الجيزة.
بستأذنك بستأذنك. السيد الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أشكركم. ودلوقتي هنبدأ في إعلان النتائج. أمير السيد محمود المنوفية وأحمد كمال السيد محافظة السويس. حسن حرب الوادي الجديد، تحية للوادي الجديد. الفائز بالمركز الثاني فرع الأشغال الفنية هنا مجدي الباسل محافظة دمياط، وأميرة مصطفى محمد قنا فرع الأشغال الفنية هنا محمد محمد القليوبية، وكلير نادر سليم نسيم الغربية، وفرع التصوير الضوئي محمد وآلاء فجري عثمان، محمد من جنوب سيناء. العربي فاز بالمركز الثالث جوليانا أسعد جرجس المنوفية ونوري محمد صلاح. فاز